فيها الصين كانت في عام 97 ايضا في نفس التصفيات. هذه الكره الان ملعوبه، الله جول! فهد المولد يسجل الهدف الاول للمنتخب السعودي. الاخضر السعودي يسجل الهدف الاول. المنتخب السعودي يعيش مرحلة النهضة على أكتاف المليار، على أكتاف شعب المليار. نعيش النهضة والعودة للنهضة على أكتاف شعب المليار، والمنتخب السعودي يتقدم بهدف أول بواسطة فهد المولد. يا لها من لعبة، يا لها من لعبة بين الصغار من يولد كبارا في هذا المساء. بصاص للمولد، والمولد بص على المرمى الصيني، بص المرمى الصيني وسجل الهدف الأول. 1-0 للمنتخب السعودي.